الصلاه ارتفع عدد كبير جدا من الشركات، يمكن من اهمها تشاينا باور او تشاينا انرجي، ودي بتشتغل في مجالات متعدده وليست في مجال واحد. يعني بتشتغل في مجال الطاقه، في مجال البنيه الاساسيه، في مجال يعني القطاعات الرئيسيه والحيويه. في الحقيقه تم توقيع اكثر من اتفاقيه او مذكره تفاهم مع عدد من الشركات الصينيه، يمكن تتراوح قيمتها حوالي 1.5 أو 1.3 مليار دولار. 1.3 مليار يا فندم، زيادة على 7 مليار اللي بالفعل بتستثمر بيهم الصين في مصر؟ ده صحيح. ليه بقى؟ لأن الصين أصلا من أوائل الدول المستثمرة في مصر، خصوصا في منطقة، يعني هم كان لهم دور كبير جدا فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس. يعني أنشأوا العديد من الصناعات في هذه المنطقة بيتم تلبية احتياجات السوق المحلي، التصدير إلى الخارج، وفي نفس الوقت بيجد الآن يعني وضع بعض اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بإنشاء مناطق لوجستية. لوجستية بمعنى إيه؟ بمعنى إن بدل ما حضرتك مثلا على سبيل المثال العربية الصيني بتصدرها لأوروبا كعربية قدامك موجودة، فبتشغل حيز كبير جدا في الشحن مثلا على سبيل المثال، ممكن حضرتك أنت بتحطيها في كونتينر، هذا الكونتينر بيبقى فيه كفاءة لوجستية في مصر اللي هو اسمها إعادة تجميع السمبلنج مرة ثانية المكونات في مصر، صحيح، وبالتالي تصدرها إلى سواء الدول الأفريقية مصر. ده هيخلينا يا أستاذ عبد اللطيف نقول إنه مصر كده هتكون هي بوابة الصين إلى أفريقيا، يعني بوابة رئيسية للصادرات الصينية. بلغة الأرقام صادرات الصين للعالم، يعني احنا بنتكلم على رقم وصل ل 3.4 تريليون دولار، هي العملاق الاقتصادي الأول يعني في العالم. علاقات مصر والصين علاقة استراتيجية، يعني تم ترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ده معناه إيه في البعد الاقتصادي ليه؟